كما تواصل مكاتب الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات استقبال المواطنين الراغبين في تحرير نماذج تأييد المرشحين في انتخابات الرئاسة التي يجري التصويت فيها خلال مارس المقبل. وقد بلغ عدد الاستمارات التي تم تحريرها حتى الآن من جانب المواطنين لدعم مرشح الرئاسة المحتملين بلغ 1,035,000 توكيل بمكاتب الشهر العقاري بأنحاء الجمهورية، ويستمر العمل على تحرير استمارات تأييد مرشح الرئاسة حتى الاثنين المقبل.